انا دلوقتي على الموبايل بخش على اودو بشوف كل عميل وصل لفين، كل زميل عمل ايه النهارده. كان الاول صعب ان انا اتابع كل واحد. مجموعة عصام عثمان، محاسب قانوني، مدقق حسابات، ضرائب، استشارات ضريبية، استشارات محاسبية. المكتب الحمد لله بدأ من سنة 94، والحمد لله مكتب له عملاء متميزين في جميع أنحاء الجمهورية وخارج جمهورية مصر العربية. بفضل الله برضو فتحنا مكتب فرع في الإمارات، وإن شاء الله فرع السعودية قريبا. قبل ما نطبق برنامج أودو، هو كانت أكبر مشكلة أن احنا نجهز قاعدة بيانات كاملة للدخول على البرنامج، ودي خدت مننا حوالي سنتين. ليه؟ التكليف بالأعمال للإدارات المختلفة واللي موجودين كان كلها بتتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، من كان في جروب على الواتساب، دايما كانت بتجينا تعليمات مباشرة من العملاء عشان نبلغها للزملاء، كانت بتاخد وقت وحيز. طيب، كانت مشكلتنا الأساسية جزئية ان احنا نحقق بند الاستمرارية والاستدامة للمؤسسة بعد أشخاصها. الموضوع بيتركز في خبرات الأشخاص نفسهم بشكل مباشر، فده كان جزئية أصلا مزعجة جدا، إنك مش قادر تعرف بعد الأشخاص ده في كل حال أنه يكونش موجود لأي سبب أيا كان إن المؤسسة هتستمر إزاي. فكان الحل بالنسبة لنا إن احنا نروح لأوبريشن سيستم، لبلاتفورم نقدر نحط عليه كل الشغل بتاعنا بشكل منظم وموزع بطريقة مظبوطة، ويكون عليه مستندات و كل الجزئية اللي تخلي ان احنا نستغنى عن 60-70% من اعتمادنا على اشخاص بعينهم. لكن طبعا مش هقدر استغنى 100%، لكن اقدر استغنى بنسبة 60-70% مع جزئية تطوير في السيستم، تقدر توصل ل 80% ان انت بتبدل الاشخاص بسيستم، والسيستم ده بيساعدهم، ما بيعطلهمش وما بيبدلهمش وما بيخليهمش يمشوا، بالعكس بيخليه يشتغل افضل ويشتغل بكواليتي اكتر وهكذا. فكانت جزئية الحل هنا في الاستمرارية ان انا يكون عندي operation system ERP system زي اودو. فده كان الإصرار عليه إن أنا بحافظ على المؤسسة فيما بعد، لكن ما كانش الهدف بس إن أنا أشتغل النهاردة، كان الهدف إن أنا أحافظ على استمرارية المؤسسة واستدامتها بعد زوال أشخاصها. فدي كانت مشكلة خلتنا نصر تماما على حلها. كانت أكبر التحديات اللي بتقابلنا في مجال عملنا المهني مع تعدد العملاء وكثرة العملاء، الوصول للمعلومة أو لما تم إنجازه بأقل مجهود، ودي كانت مشكلة بتقابلنا فعلا قبل تطبيق البرنامج. الحمد لله بعد تطبيق برنامج أودو أغلب التحديات دي سهلت علينا، إن العميل نفسه ممكن يخش على البرنامج ويشوف شغله وصل لأنهي مرحلة. بفضل ربنا سبحانه وتعالى العملاء زادت مش أقل من 40%. الوقت كان مشكلة بالنسبة لنا في إنجاز العمل، مع وجود الوسائل التكنولوجية والبرامج اللي بتسهل عليك العمل خلت المجهود تقريبا قل بنسبة 80%. يعني أنا كصاحب عمل لما بتواصل مع الموظفين أو مع المديرين، في ميزة حلوة جدا إن أنا مع تواصلي وسفري الدائم إن أنا بقدر أتواصل مع الزملاء من خلال البرنامج، من إنجاز أعمال ومن تكليفات ومن طلع على آخر تطورات العمل. مع وجود برنامج أودو سهل لي فعلا ان انا بذل اقل مجهود في اداره العمل، ودي ريحتني كتير جدا. مع خبره طويله والسن خلت الموضوع بقى اسهل، ودي حاجه كويسه مريحاني. البرنامج جميل وان شاء الله نتمنى لهم دايما تطور.